هو قرار صائب حاليا، ومن الناس هي انت جاي تشوف هي ما جاي تلتزم يعني. والله امر جيد لانه شغله احترازيه باعتبار انه المرض انتشر بالمنطقه خصوصا بالجاره ايران، حاله واحده قد تسبب مشكله وكارثه بالبلد. خطوه كلش سلبيه يعني مو ايجابيه، يعني احنا الحدود مالتنا مفتوحه، اكو محافظات سدت الحدود مالتها يعني غلقتها، البيهم المرض هذا اعوذ بالله حطتهم بحجر صحي. على الحكومة أن تغلق الحدود مع الدول التي يدخل منها هذا الفيروس والدول معروفة مثل إيران والسعودية حالياً والكويت، تقدر تخلي مراكز صحية خاصة بهذه الأمراض قبل أن تأخذ إجراءات بقلق الجامعات أو تعطيل الدوام. لمعرفة هذا المرض أكثر نحتاج نواكب الدول بهاي القضية، قضية الاحترازية. الوباء خطير جداً، انتشاره مميت، لا بأس بنشر الوعي، لا بأس بالاحتراز، الأمر مطلوب من الجميع.